اليوم حلقتنا خاصة مميزة لأن موجودة بمكان كلش حلو اسمه باريس جالاري. أكثر من 500 براند اكسكلوزيف باريس جالاري. هسه رح نطلب شركة نيكون اللي أعلنت عن إصدار كاميرا جديدة واللي هي نيكون 360 أكشن كام. هسه انتهينا من فقرة الأعمار الفنانين، هسه خلينا نشوف فيلم الأكشن سقوط لندن بفيديو صغيروني وراها أحكيكم شنو قصته. أنا مثل ما وعدتكم أكو فقرة جديدة تخص البنات، هاي الفقرة اسمها هاشتاج بيوتي. وهسه حنشوف أغنية عيش وشوف للمطرب قيس هشام اللي احتلت المركز العاشر لهذا الأسبوع. عيش وشوف اللي هو تبرو هاشتاج تيل الجمعة الساعة 7 مساء على لنا